هنلاقي قدامنا مشهد تاني سجله حور محب في مقبرته، وهو مشهد للأقواس التسعة. سجل فيها شكل الأسرة بملامحهم وملابسهم، وهنلاقيهم موجودين عندنا هنا. وأول نوع هم أهل كوش، بيتقدمهم مترجم مصري بيترجم لكتبة الجيش لتسجيل أسماء وأعداد الأسرة. وفرق الفنان المصري القديم بين ملامح وجسد المصري وأهل كوش، فشفاه أهل كوش غليظة وكانوا بيرتدوا حلق ولابسين باروكة، وأجسامهم طويلة القامة بالنسبة للمصري. وفي مشهد المترجم المصري وهو بيشاور بإيده للكوشي لتسجيل اسمه، هنلاقي الفرق واضح بين ملامح المصري وأهل كوش، وكمان الفرق بين الأجسام. وفي مشهد آخر هنلاقي شكل الأسيويين اللي بيتميزوا بالدقن المدببة، والليبيين اللي كانوا بيتميزوا بشكل الضفيرة اللي على الجنب. وعلشان نفرقهم في الكتابات الهيروغليفية